الجميع في هذا الدرس الخاص بشرح حاسوب امباركي المسمى ب اورانج باي بي سي 2. فهذا الحاسوب الصغير فهو شبيه نسبيا ب راسبيري باي، وحتى الثمن فهو منخفض مقارنة مع ثمن راسبيري باي، وله كفاءة عالية، فهو مزود بمعالج الوينر اش 5 64 بيت كما تلاحظون. هذا هو المعالج اش 5. هنا بطاقات الذاكرة والكنترولر الخاص ب الكنترولر الخاص بالشبكة، فهو جيجا بيت اثرنت، الاس بي اي والجي بي اي او والاتش دي ام اي والباور سبلاي، الهيدفون جاك والميكروفون. في هذا الشرح سنتعرف على هذا الحاسوب الصغير، وسنقوم ببرمجة تطبيق يقوم بالتحكم في الغلاي باستخدام تطبيق الاندرويد. فهذا هو السيتاب الخاص بي كما تلاحظون. فهذا هو حاسوب الاش 5 اورانج باي، وهذا غولي الكتريك، والغولي الكتريك فهو مرتبط بجي بي ايو كما سأوضح لكم في الرسم البياني لبطاقة الاورانج باي. اورانج باي سي دو جي بي ايو. هذا هو اللاي اوت الخاص بالاورانج باي بي سي دو. فالاول من جهة اليسار فهو 5 فولت 5 فولت و جي ان دي، يعني لتشغيل الغلاي فالغلاي هو هذا. سأبحث عن الغلاي مكون من 4، فهذا هو الغلاي الذي أتوفر عليه كما تلاحظون. هنا على اليسار الجراوند، وعلى اليمين مدخل الطاقة 5 فولت، والإن 1 2 3 4 فهي خاصة بالجي بي اي او التي يتم التحكم فيها من خلال الاورانج باي كما تلاحظون في الصورة. نقوم بربط الاورانج باي بي سي 2 بالاردوينو بهذه الطريقة باستخدام الأسلاك المعروفة الخاصة بالأردوينو، فهي موجودة. الآن سأشرح لكم كيفية عمل هذا التطبيق الذي قمت ببرمجته. فهذا التطبيق يتم تنصيبه على الأورانج باي كما قلت، وهو يشتغل بهذه الطريقة. فهنا مثلا عندنا الأورانج باي يرتبط بالإمكيوتيتي بروكر وهو الخادم، وتطبيق الأندرويد هو أيضا يرتبط بالخادم. فعند إرسال مساج إلى البروكر قوم البروكر بإعادة إرسال هذا المساج إلى الأورانج باي. بهذه الطريقة نستطيع تجاوز مشاكل الشبكات، مثلا إذا كنا وراء فايروال أو في بي إن أو شيء من هذا القبيل. فطريقة البروكر تتجاوز معمارية الشبكة ويصل المساج إلى التطبيق في كل الأحوال. كما تلاحظون في الثمن فهو جد منخفض مقارنة مع الراسبيري باي، وحتى الكفاءة فهي جد مرتفعة، وهو من فئة 64 بيت.
هذه صورة أخرى، كما تلاحظون هناك ارتباط بين الجي بي أي أو والغولي. هنا أستخدم دونجل واي فاي لكي أستطيع الدخول إلى الأورانج باي عن بعد ومن دون الحاجة إلى الأسلاك، إلا أني قمت هنا بإضافة كابل شبكة لأقوم بتغيير الإعدادات إذا اقتضى الأمر. لقد وصلني هذا الحاسوب تقريبا في شهر في المغرب، والثمن هو الثمن الذي على العلبة. الآن النظام الذي أستخدمه على أورانج باي فهو الأرمبيان. الأرمبيان هو ديبيان خاص بمعالجات الأي أر إم. هناك اثنان من التوزيعات، هناك ستريتش والبايونيك. شخصيا أستخدم ستريتش، فإحداها تحتوي على فضاء المكتب والأخرى لا تحتوي على فضاء المكتب. يمكن أيضا استخدام التوزيعة الرسمية أورانج باي بي سي دو، الدخول إلى الموقع الرسمي لأورانج باي والبحث عن أورانج باي بي سي دو. كما تلاحظون فهو H5 كواد كور، فهو جيد جدا بالنسبة لتطبيقات الخوادم، إلا أنه غير جيد نسبيا بالنسبة للجي بي أيو. فالجي بي أيو فالجي بي يو عفوا فهو مالي 450، فمالي 450 غير مدعومة الآن على أنظمة لينكس، هي مدعومة فقط على الأندرويد. ما يهمنا نحن هو برمجة الخوادم والخدمات، إذا فإننا لن نحتاج إلى الجي بي يو. هنا ريسورسز داونلود، نبحث عن بي سي دي. هنا السكيماتيك والمانيوال الخاص بي سي دي. كما تلاحظون تستطيع هنا ايضا تشغيل الارش لينكس والاوبونتو، الا اننا في هذا الشرح نستخدم الارمبيان نظرا لسهولته. تنصيب الارمبيان فهو سهل جدا، تقومون فقط ب دي اف مثلا ديسك بوان ايماج اوف سلاش دي سلاش ام ام سي بي اس 4 ميجا. 4 ميجا فهي جد مهمة. بهذه الطريقة يتم حرق ايماج على الاس دي كارت، ومن ثم تضعونها على الاورانج باي والكل سيشتغل بنجاح. اوكي، الان قمنا بالدخول على الاورانج باي بي سي 2 كما تلاحظون باستخدام الاس اس اش. فالاس اس اش يتم تفعيله عند تنصيب الارمبيان مباشرة. كما تلاحظون فهو معالج كواد كور بسعة جيجا في الذاكرة. الآن سأريكم التطبيق. التطبيق فهو مكتوب بالإيرلانج، لكي يشتغل هذا التطبيق وجب إطلاق بروكر خاص ب خاص بالانتيتي. هنا على اللابتوب سأقوم ب
تلاقيه موسكيتو ستارت، اتأكد انه يشتغل. اوكي، ومن ثم ساقوم بتشغيل هذا السكريبت ران. عند تشغيل هذا التطبيق الذي قمت بكتابته، هناك مشكل. فالمشكل هو أن الـDHCP قام بتغيير الأدرس الخاصة بهذه الآلة، فهي 106 وليست 110. سنقوم بفهم كل تفاصيل هذا الكود وكيف يتحكم في الغلاي في دروس أخرى. في هذا الدرس سأريكم فقط هذا الكود، فهو ليس كبير. أجن سيرفر، سأقوم بتغيير الأدرس اي بي من 110 الى 106. فهذا الكود هو ايضا يدعم الـ SSL كما تلاحظون. قمت فقط باخفاء الـ SSL. في هذا الشرح، ومن ثم نقوم بروبار كومبايل لإعادة الكومبايل. اوكي، الان تم الربط. هنا في اليونيكس سنقوم باستخدام تعليمات موسكيتو بوب والتطبيق، فالتطبيق هو اونو والمساج هو رقم 1. لماذا اخترت التطبيق هو اونو؟ لان هذا التطبيق قمت في البداية باستخدام الاردوينو اونو، فبقي التطبيق هو اونو كما تلاحظون. فالغولي الان يشتغل، قد سمعت الصوت. فرقم 1 يقوم ب يقوم بتشغيل الغلاي رقم 1، وواحد واحد يقوم بإطفاء الغلاي، ومن ثم 2 تقوم بالتشغيل، وواحد 2 تقوم بالإطفاء، وهكذا 3 واحد 3 تقوم ب، وأربعة وواحد 4. كما تلاحظون فأربعة تقوم بالتشغيل، وواحد 4 تقوم بالإطفاء، هكذا. الآن سنقوم بالدخول عن طريق تطبيق الأندرويد جوجل بلاي MQTT داش. هناك العديد من تطبيقات الأندرويد الخاصة بـ MQTT. شخصيا قمت بتجربة العديد منها، إلا أن هذا الـ MQTT داش هو أروع التطبيقات كما تلاحظون. فهو جميل من حيث الواجهة، يمكن التحكم بالأيكون الخاص بالتطبيق كما تلاحظون، فهو رائع. تقومون بتنصيب هذا التطبيق وإدخال المعلومات الخاصة بالخادم على هذا التطبيق.
النتيجة هي نفسها بالنسبة للخادم، فعند التوصل ب عند التوصل بالريكوست الخاصة بالتشغيل، يقوم بتنفيذ التعليمات من دون الاكتراث إلى منين جات لغوكات، واش من خادم لينكس أو تطبيق الأندرويد. سأدخل هنا إلى الغولي الخاص بي، سأقوم فقط بتغيير الاي بي لأن الاي بي تغير، فهو 106 106 كما تلاحظون. الآن أقوم بالتحكم بهذا الغولي من الأندرويد، هذه هي النتيجة التي نريد الوصول إليها. سأقوم فقط بمحاولة للتبوك لهذا الخادم عن بعد، بما أنه مكتوب بالأورلانج لكي تفهموا معمارية هذا الكود وكيف يشتغل. أوكي، أتمنى أن تمر الأمور بسلام. نقوم بكونكت كونكت مود، هناك مشكل عويص. سيرفر هو الديبوغر خاص بالأورلانج، نحاول فقط القيام بالريموت ديبوغين على الأورانج باي. كما تلاحظون الآن تم ربط الديبوغر بالأورانج باي، وهنا تلاحظون فكومبايلد فور ARM Architecture 64. نضغط هنا على التطبيق، فهذا هو التطبيق الذي قمت بكتابته، هذه هي الأرشيتكتور الخاصة بهذا التطبيق. هنا البروسيس الأول فهو الأب لجميع البروسيسوس، والبروسيسوس الثاني خاص بأبليكيشن، فالأبليكيشن يقوم بإطلاق السوبرفايزر، فالسوبرفايزر يقوم بتشغيل الوركر وفي نفس الوقت يراقبها، فإذا مثلا إذا وقع هناك مشكل يقوم هذا الريلاي سوبرفايزر بإعادة تشغيل البروسيس من دون إيقاف التطبيق. فهذا البروسيس فهو أيضا سوبرفايزر خاص بجي بي آيو، فكل جي بي آيو كل ريلاي له بروسيسوس خاص به كما تلاحظون. هنا البروسيسوس الخاص بالMQTT الذي يطلق كلاينت الMQTT، وهذا هو البروسيسوس الذي يرتبط مع الخادم. الرولودر هو فقط موديول يقوم بإعادة تحميل الكود إذا وقع هناك تغيير فيه من دون إيقاف التطبيق. مثلا سأريكم هذا الشيء، قوموا بالدخول الى الاورانج باي مرة اخرى عن طريق SSH.
ننتقل الى السورس كود في الام كيو تي تي، سنقوم باضافه شيء معين، مثلا فونكسيون نسميها هلو. اوكي، ومن ثم نعيد الكومبايل لهذا الكود وسيتم إعادة تحميل الكود بطريقة تلقائية من دون إيقاف التطبيق. مثلا إذا كان الغلام مشتغل فلا يتوقف التطبيق، تتم المحافظة على النسخة القديمة والجديدة في الذاكرة طالما هناك أحد كلاينت مرتبط بالكود القديم. وعندما لا يوجد أي كلاينت يرتبط بالكود القديم، يقوم بالمرور مباشرة إلى الكود الجديد. كما تلاحظون الريلودين يتم تحميل الكود الجديد في الذاكرة مع الحفاظ على الكود القديم إذا كان هناك أحد الأشخاص مرتبط بهذا الكود. فهذا هو الدور الخاص بالريلود. هذا أحد البروسيسوس اللي فقط قمت بإضافته لتجربة بعض الأشياء. الآن سنقوم بتصفح الكود كما قلت لكم. فالروبار هو الخاص بالموديول، فهو باكاج مانجر خاص بالأورلانج. في هذا الملف يجب إضافة الديبندنسي، فالديبندنسي هي الكلاينت الخاص بالإم كيو تي تي والجي بي أي أو. هذا الريليكس إذا كنتم تريدون خلق ريليز من هذا الكود. ما علينا، أن ندخل إلى السورس. أول ملف يتم تنفيذه هو الموديول أبليكيشن أو البيهيفير أبليكيشن. فهذا الموديول يحتوي على دالتين الستارت والستوب، فهذا هو الأبليكيشن وهذا هو الجروب ليد، يعني هذا بمثابة المين في لغة سي. هذا هو البروسيسوس الأول التي تخلق، من بعد يقوم بتنفيذ أبليكيشن. فأبليكيشن كما تلاحظون تقوم بإطلاق الإي ريلاي سوبرفايزر. هنا واحد الماكرو، فالماكرو نحتاجها لإنشاء الوركر مع تعريف نوع الوركر، هل هو سوبرفايزر أم فقط وركر عادي. فستارت لينك نقوم بسوبرفايزر ستارت لينك، فعند القيام بستارت لينك نقوم بتنفيذ واحد الدالة مسمى init. فانيت هي بمثابة اللوب، اللوب الخاصة بسوبرفايزر. اللوب الخاصة بالسوبرفايزر تقوم بإطلاق child process. فchild process كما قلت لكم فهو جي سوبرفايزر، جي بي اي او سوبرفايزر، و الام كيو تي تي. فجي بي اي او سوبرفايزر هو من نوع سوبرفايزر، والام كيو تي تي هو فقط worker كما تلاحظون. والاكس الذي هو هذا البروسيسوس الخاص بتخزين معلومات عن العمليات في الذاكرة فهو أيضا worker. الآن سنتفقد كل من هذه التطبيقات. ندخل أولا إلى Relay Supervisor، فهو من نوع Supervisor Behavior Supervisor. نفس الشيء Supervisor Start Link تقوم بإطلاق اللوب، اللوب الخاص به جي بي اي او سوبرفايزر. وهنا هذه هي الارقام الخاصه بالجي بي اي او، جي بي اي او 12 11 و6 و1، اي نقوم باطلاق التطبيق المسمى رولاي جي بي اي او. اربعه نسخ من هذا التطبيق مع تمرير البارامتر رولاي
فقط من نوع behavior gen server. فالجين سيرفر هو سيرفر جينيريك خاص بالإيرلند، نقوم بالقيام بستارت لينك لكل من هذه الرولاي الأربعة. فالإينيت تقوم بالجي بي اي او إينيت مع تعريف نوع العملية على جي بي اي او إن أو أوت. فالغولي نحتاج فقط لأوت، ومن ثم نقوم بكتابة الرقم واحد يعني الحالة البدئية جي بي اي او فهي غير مشتبه، ومن ثم نطبع رقم البروسيسوس الخاص بهذا جي بي اي او ونقوم بحفظ حالة هذا جي بي اي او، مثلا البين رقم جي بي اي او والبي اي دي الخاص به، والحالة الحالة البدئية فهي اوف، والتايم ستامب يعني اللحظة الزمنية فهي timestamp. نقوم بتشغيل تلك بتخزين تلك المعلومات في ريكورد فهي جي ستيت، يعني جي ستيت ستكون مشتركة بين جميع هذه الدول الخاصة بهذه البي اي. هنا لا فونكسيون سويتش، سويتش بين فاليو يعني نعطيها رقم البين والقيمة، ومن ثم يتم النداء على global pin. هنا global pin هي هذه الموجودة في handle call، فهي تقوم بكتابة الفاليو. نقوم بتفقد حالة الفاليو، مثلا إذا كان منطفئ فلا داعي لإطفائه مرة أخرى، وإذا كان مشتغل فلا داعي لتشغيله مرة أخرى. كما تلاحظون نقوم بالجي بي اي او والرايت للبي اي جي الخاص بذلك البين. كما تلاحظون هنا نقوم فقط بتمرير رقم البين من دون الحاجة الى معرفة البي اي جي، والبي اي جي مرتبط بالبروسيس، فهو قيمة عامة او global value، global value بالنسبة لهذا البروسيسوس فقط، يعني كل بروسيسوس له بي اي جي خاص به. هنا الهاندل كول باستخدام الديلي، مثلا نقوم باشعال او اطفاء بين عند ديلي معين، مثلا بعد مرور 4 ثانيات نقوم بالاطفاء لتفادي حرق الغولي. اوكي، الان ندخل الى MQTT. فموديول MQTT يقوم بالكونكت وحفظ البي اي دي الخاص بالكونكشن. فعند استقبال كود ببلش، عند استقبال الكود نقوم بتفقد البايلود، فالبايلود هو من نوع بينار، اذا كان واحد نقوم بتشغيل البين 12 والقيمة. هنا دايركت او ديلي، فدايركت تقوم باشعال او اطفاء الغولي مباشرة، وديلي تقوم بنفس العملية لاضافة ديلي معين. هنا فقط عند الكونيكسيون يعني عندما يتم الربط مع الخادم بنجاح يقوم بكتابة كلاينت بي و بي اي دي. هنا عندما تسقط الكونيكسيون مع الخادم يقوم بإضافة هذا الشيء. كما تلاحظون فعموما الكود فهو ليس معقد، كما تلاحظون لا يريد إطلاق خادم آخر لأن هذا الانستانس رجع تستغل هذا الخادم. مرة أخرى سنقوم بتشغيل الغولي، الأمور فهي تشتغل بنجاح. يمكن
يمكن كتابة التطبيق باستخدام العديد من لغات البرمجة ليس فقط الأرلانج، إلا أن الأرلانج تعطينا مزايا، مثلا إعادة تشغيل الخادم من دون إيقاف التطبيق إلى غير ذلك. وجب فقط التوفر على مكتبة MQTT ومكتبة خاصة بالـ GPIO. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص بالتحكم في غولاي باستخدام حاسوب صغير أورانج باي PC2. إلى اللقاء في شرح آخر.